صبحكم الله بالخير مشاهدينا. صبحنا اليوم طبعا مختلف في نهاية الأسبوع اللي نحرص فيه على تقديم وجبة صباحية خفيفة وممتعة لكم. صباح الخير يا عائشة. صبحك الله بالنور يا محمد، صباح جديد إن شاء الله، صباح يوم الخميس اللي دائما يكون هذا الصباح مختلف عن باقي الصباحات. طبعا مشاهدينا، بما أننا نحن قلنا لكم أن اليوم الخميس وصباح الخميس أكيد هو غير، وأكيد الوناسة كبيرة للمداومين لأن باكر إجازة، وهاي الفرحة راح يبدأ مفعولها طبعا أو يبتدي مفعولها قبل الخميس بيوم أو يومين يا محمد طبعاً. يبدون الناس يحطون أفكار أو يرتبون لهم جدول للطلعات وللسيرات، فصباحكم خير إن شاء الله مشاهدينا. ونحن الحين في دائما في بداية الحلقة محمد نعرف المشاهدين بعناوين حلقتنا وفقراتنا اللي بتكون معانا، حتى فقرات يوم الخميس هي تكون فقرات مميزة مشاهدينا، فخلونا نتعرف عليها. الأفكار والصحة والعلاقة التي تربط بينهما. الطرق الصحيحة لتقوية العضلات. انطلاق الموسم المسرحي مساء اليوم. هاي هي مجموعة من الفقرات والعناوين محمد اللي بتكون معنا إن شاء الله في حلقتنا لليوم. بعد ما عرفنا المشاهدين بعناوين الحلقة بنصير الحين نعرفهم على الأخبار يا عائشة. قبل الأخبار أنا كنت بطلع على حالة الطقس عيل. لا الأخبار زين محمد بنعرف تغير النظام عندك عائشة اليوم الخميس. خميس انزين بنعرفكم مشاهدينا على أخبار دولتنا الحبيبة اليوم من مختلف أيضا الصحف الإماراتية. راح تبتدي أنت ولا أنا محمد؟ أخذي أنت عائشة، ما أنت اليوم مستعجلة تبين تطلعين على الطقس، اليوم بطلع الطقس تاخذين الأخبار. انزين يلا أخباري الأول مشاهدينا بيكون من صحيفة الخليج، والخبر الأول يقول بهدف خلق جيل واثق من نفسه وواثق من قدراته، أولياء الأمور وطلبة مدرسة الرفيعة في عصف ذهني. نفذت مدرسة الرفيعة للتعليم الأساسي والثانوي ورشة عصف ذهني بعنوان الرفيعة رؤية مستقبلية، وقد شارك في الجلسة عدد كبير من أولياء الأمور وعدد من طلاب المدرسة وعدد من أمهات الطلاب وممثلون عن المجتمع المحلي المحيط بالمدرسة كالبلدية والشرطة. طبعا محمد نرجع نحن نتكلم عن البرامج الصيفية وعن الأنشطة الصيفية اللي ينظمونها الأندية والمراكز. هالمرة أيضا في مدارس قامت تنظم بعض الجلسات أو بعض الأنشطة الصيفية اللي الطلاب يستغلون فيها وقتهم شيء حلو. صحيح. لكن الحلو في هالبرنامج أنه في يعني عصف ذهني، عصف ذهني بين الطلاب بين أولياء الأمور. حلوة الشراكة اللي تكون بين أولياء الأمور وبين الطلبة. يقول لك محمد يعني هالبرنامج كان في أكثر من مرحلة. المرحلة الأولى هي كانت حول طرق التدريس، والمرحلة الثانية عن إثارة الدافعية لدى الطلاب، والثالثة كانت حول البيئة المدرسية الجاذبة. يعني هيئونهم لبداية العام الدراسي بس بطريقة حلوة، بطريقة هي تسليهم وبنفس الوقت تثقفهم وتزيد من ثقافتهم. انزين محمد ها كان خبرنا الاول. انا هذا المخرج اليوم يعني برتكب في جريمه. متونس اليوم الخميس، متونس اليوم الخميس، يبغى يروح يبغى يأجز. انزين خبرنا الثاني ايضا مشاهدينا من نفس الصحيفه، والخبر يقول تنظمه الخدمات الانسانيه تحت شعار كنز المعرفه، الكتاب المستعمل فعاليات متنوعه مستمره طوال العام. وجهت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمية المديرة العامة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مهرجان الكتاب المستعمل الذي تنظمه دوريا تحت شعار كنز المعرفة، ليكون مستمرا طوال العام عبر مجموعة من الفعاليات كالمكتبات المتنقلة والأمكنة المخصصة لعرض الكتب. أيضا هاي بعض من الفعاليات الثقافية اللي تحفز الأطفال وتحفز الطلبة المأجزين على حب المعرفة، على حب القراءة. والحلو يا محمد أن اللي عنده كتب مستعملة وقراها واستفاد منها وثقف يقدر أنه يفيد غيره أيضا. نعم عائشة، مثل ما ذكرت أن الكتاب المستعمل الحين أصبح له يعني دور أكثر من الماضي. الماضي كنا الكتب المستعملة يعني ما كنا نعيرها اهتمام، كنا حتى يعني ما نهتم أبدا فيها الكتب المستعملة، نشوفها يعني تكون مركونة أو غيرها، ولكن الحين فعلا الكتب المستعملة أصبح لها يعني اهتمام كبير، اصبح لها دور كبير، وحتى نلاقي اللي هي الاماكن المخصصه للكتب المستعمله. اكيد يا محمد يعني في فئه كثيره يمكن ظروفهم ما تسمح لهم انهم دائما يتشرون كتب او يسيرون المكتبات، فهل البرنامج راح يعطيهم فرصه انهم يقرون مجموعه كبيره من الكتب؟ أكيد هاي كانت اخباري انا محمد. انا عندي بعد عايشه مجموعه من الاخبار من صحيفه الاتحاد. وأول خبر عندي يقول طبعا الدورة الثانية من الذيد للرطب تنطلق 20 يوليو.
عقد بمركز الطب الوقائي بمدينة الذيد مؤخرا الاجتماع التنسيقي لفريق العمل المشرف على تنظيم مهرجان الذيد للرطب الذي ستنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في نادي الذيد الثقافي الرياضي خلال الفترة من 20 إلى 22 يوليو الجاري. وأشاد الاجتماع بالدعم المادي الذي يقدمه رجالات الأعمال في المنطقة الوسطى والدوائر الحكومية. مثل ما ذكرنا عائشة أن مهرجان الذيد للرطب راح ينطلق إن شاء الله تاريخ 20 يوليو، وأكيد هناك فعاليات كثيرة مصاحبة لهذا المهرجان. هناك كذلك مشاهدين يعني حضور كبير راح يكون في هذا المهرجان. نعم. على حسب أن الدعم المذكور كذلك يعني أفضل عن الأعوام الماضية، وفي مفاجآت كذلك تنتظر الجمهور. متى بيبتدي هو محمد؟ من تاريخ 20 عائشة إلى تاريخ 22 يوليو. حلو، الواحد يصير يتسلى يتعرف على انواع الرطب، خاصه انه موسمه الحين موسم عايشه الحين، صارت لكل مدينه صار لها موسمها الخاص، صار لها يعني اللي يميزها. نعم. وطبعا مشاهدينا في خبرنا الثاني اليوم، احنا اخبارنا خفيفه ما حبينا نثقل عليكم في الاخبار، وخبرنا الثاني مشاهدينا يقول طقس حار اليوم. توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد اليوم طقس حار إلى شديد الحرارة بوجه عام، غائم جزئيا ومغبر أحيانا على بعض المناطق، وهناك فرصة لتكون السحب الركامية على المناطق الشرقية بعد الظهر، واحتمال أيضا سقوط الأمطار. يعني احنا اليوم في انتظار سقوط الامطار. انا حبيت اني اعطي نبذه بس عن طبعا الاجواء، لان راح نطلع بعد ذلك الى طبعا الاجواء ودرجات الحراره. الحين مشاهدينا من طبعا الاخبار الى كاريكاتير اليوم من صحيفه الامارات اليوم، خلونا نتابع. هذه عائشه، هذا كاريكاتير اليوم. اربع سنين وانت تقول لي شو والله ما تشوف يا ريال البيت، وهاي اخرته. جميل عائشة، يعني أتوقع أنه يتكلم عن حتى يعني قانون سير والمرور. صحيح، القوانين اللي أمس صح محمد، والله أنا لاحظت يعني من بداية الأسبوع وأنا أشوف ربيعات يعني مصورون سناب كل واحدة حاطة الحزام، أقول من متى يعني. صح فعلا، في الحين قاموا الحين يلتزمون أكثر بقوانين السير والمرور، فيها مخالفات عائشة عشان كذا فيها فلوس، فيها دفع. جميل، الحين طبعا مشاهدينا راح ننتقل معاكم نتعرف على درجات الحرارة وطبعا حالة الطقس خلال العطلة في المنطقة الشرقية في وباقي مدن إمارات دولتنا. طبعا محمد، عرفنا نحن المشاهدين عن حالة الطقس وشفنا درجات الحرارة، ومثل ما أنت قلت إن شاء الله اليوم ممكن يكون في سقوط أمطار، فنتمنى الكل يستمتع بإجازته ويستمتع بيومه. ومن بعد حالة الطقس مشاهدينا، نحن الحين بنظهر لفاصل قصير، نرجع بعد هذا الفاصل نواصل. لكن قبل الفاصل محمد، نبغي نتكلم عن موضوع مهم، واللي هو أن كل إنسان يعني يمر بأوقات ضيجة. صحيح. أوقات إحباط، فيعني يمكن حتى الجو احيانا ياثر فيه وياثر عليه ويزيد همه ويزيد ضيجه، فقولي محمد يعني كيف انت تتغلب على هاي الحالات؟ كيف تتغلب على حالات الضيج اللي فجاه تي لك محمد؟ محمود لو سمحت. لا لا عايشه، يعني هذه حالات الضيق اطلع اتمشى، بس باختصار اطلع اتمشى بس، تغير جو. هو يعني هذا هو الحل المناسب، ان الواحد يطلع من المكان او من البيئه اللي مسببت له ضيج ويحاول انه يغير جو، ان شاء الله نفسيته تتغير ومزاجه يتغير. شو عندك انت عايشه؟ انا وقت الضيج اكل.
يعني وقت ما شاء الله الحرة يوسف كان مبارك. أجمل تعبير هذا، أجمل تعبير. إنزين الحين من عقب ما عرفنا مشاهدينا أنه يعني كل إنسان يمر بهالحالات لازم كل إنسان يكون عارف لعمره، عارف المزاج، عارف للشيء اللي يظهره من ضيجه، فإن شاء الله الله يبعد عنكم الحزن والضيج. والحين مشاهدينا بنظهر الفاصل القصير، نرجع بعد هذا الفاصل نواصل، خلكم معنا.